يعني اذكر في الجامعه اروح استلم مكافاتي، فجيت عند امير الصندوق، قال لي امير الصندوق والله مدير الجامعه موقف مكافاتك. ليه؟ قال لي يقول خلي يراجعني. كان مدير الجامعه بالوكاله لسه ما اتصل، الدكتور عبد العزيز الخويطر الله يرحمه. والله رحت له، السلام عليكم. السلام. قلت له انا فلان الفلاني، قالوا انه وقف مكافاتي لي. قال انت تفتكر ايش ليش انا موقف مكافاتي؟ قلت له ما. قال روح فكر وتعالي بكره. طلعت ماني شايف اني سويت شيء يعني. رجعت ثاني يوم قال لي ها؟ قلت والله اليوم زي امس ما عندي شيء، انت ايش عندك في ملاحظه؟ قال هل تعتقد حضورك للجامعه وانتظامك ممتاز؟ في الاثناء هذه سمعت باب كبير انفتح، باب المكتب له صوت كذا. التفت، هذا عميد الكليه اسمه حسين السيد، رجل وقور. قلت له طال عمرك، انا بلاش اجاوب، عميد الكليه يقدر يجاوب انه هل انا منتظم؟ كان ممتاز. جلس الله يرحمه حسين السيد، قال له كيف يا استاذ حسين انت؟ قال له ممتاز. قال لي روح استلم مكافاتك. وانا بستلم المكافاه قالوا لي عميد الكليه يبغاك. شاغله ما أنا ايش فيه؟ رحت العميد الكليه الله يرحمه، ايش في يا سيد؟ قال لي انت في حد بيدعي لك؟ قلت لي والله عندي واحده مصلبه جنب الكعبه شغلتها انا. قال انت عارف انا داخل اعمل ايه؟ قلت له قال انا جايب له اسماء اللي ما بينتظموا، اول اسم احمد عبد العزيز الحمدان. ولما رميت جثتك علي اضطريت اقول له ممتاز. فأنا الحين راجع أعدل الجدول. فهذا من باب يعني القبول والتوفيق.